السلام عليكم. مواليد الألفية الجديدة في نظر بعض المنتمين للأجيال السابقة هم جيل هش سطحي غير مؤهل لتحمل المسؤولية، وبالمقابل يتهم بعض مواليد الألفية الجديدة الأجيال السابقة بأن سمتهم الرتابة والجمود وأنهم مفتقرون للروح الإبداعية. ما قصة الصراع بين الجيلين وما سر اختلاف طريقة التفكير بينهما؟ إذا كنت من مواليد التسعينات أو ما قبلها، فمن السهل عليك تذكر مجموعة من ذكريات الطفولة، ذكريات تشاركها بين الفينة والأخرى مع من هم في مثل عمرك، مسترجعين مشاعر الطفولة الجميلة، مسلسلات الرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية والقصص المصورة، فضلاً عن بداية ظهور الأجهزة الإلكترونية وألعاب الفيديو وغيرها الكثير. لكن إذا كنت من مواليد الألفية الثالثة أو من الجيل زد كما يسميه علماء الديموغرافيا، فقد يصعب عليك تذكر ما يمكن مشاركته مع أبناء جيلك، فلكل فرد حكاية خاصة مع هاتفه الذكي الذي استخدمه أفراد هذا الجيل في سن مبكرة فأخذ مكان كل شيء آخر. في الذكريات نجد أن كل فرد من أفراد الجيل زد نشأ ولديه مساحات من التواصل الافتراضي، وهو ما أعطى لكل فرد فرصة لإبراز الذات من خلال حساب إلكتروني وصورة شخصية وأعداد من المتابعات والإعجابات والتعليقات. هذا الأسلوب من الحياة يعتمد بشكل كبير على الذات، ويعزو التميز والنجاح إلى معايير فردية، وربما هذا الأمر يفسر سبب ميل الجيل الجديد للاستقلالية والبعد عن الأعمال الجماعية التي تتطلب تعاوناً وتشاركاً بين أفراد فريق واحد. إلا أن الأمر له بعد آخر ينبغي النظر إليه، فطريقة عيش الجيل الجديد باتت محكومة بين رغبتين متعارضتين ذكرهما عالم الاجتماع زيغموند باومان في كتابه الثقافة السائلة، وهما الرغبة في الإحساس بالانتماء داخل جماعة أو داخل تجمع، والرغبة في التميز عن عامة الناس، والإحساس بالفردية والأصالة. حلم الانتماء وحلم الاستقلال، الحاجة إلى الدعم الاجتماعي وطلب الاستقلال، أمنية التماثل والبحث عن التفرد. وأصبحت وسائل التواصل منصات فردية تعزز تلك الرغبات المتعارضة لدى الجيل الجديد، فجعلته يستغني عن مجتمعه الخارجي بآخر افتراضي لا حدود له، وفي نفس الوقت خصصت له مساحة خاصة يشعر فيها بالتفرد والاستقلال والتحكم. وهذا ما قد يقف أمامه جيل ما قبل ثورة التواصل متعجبا في ظل دوائره الاجتماعية الصلبة. لذلك ينفر كثير من أفراد الجيل الجديد من المناسبات الاجتماعية، ولا يتشجع للزيارات العائلية، ويفضل على ذلك ملازمة عالمه الخاص القائم في هاتفه الذكي. ومن الجوانب التي ساهمت في اتساع الفجوة بين الجيلين هو التمركز حول الذات، حيث إن بناء منصات التواصل الاجتماعي قائم على فكرة جذب الانتباه وكثرة التفاعل، فيجعلنا نلتف أكثر حول ذواتنا ويضخم تمركزنا حول أنفسنا، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه جيل ما قبل التكنولوجيا. نزعة فردية يميل إليها ذلك الجيل وتجعله على مسافة مع الآخرين، فالأهم هو أنا وما يتعلق بي، وبعد ذلك يأتي الآخرون، وهو ما يفسر لنا إلى حد كبير سبب اتهام هذا الجيل بأنه جيل لا يتحمل المسؤولية، أو أنه جيل كثير السخرية من القضايا العامة وقليل التعاطي مع القضايا الجادة. هذه النزعة الفردية المرتفعة عند أبناء الجيل زد تأخذنا إلى ثنائية الأنا والآخر، إلى طبيعة العلاقات التي ينشئها هذا الجيل. بات من الطبيعي في مدن الناس الحديثة أن يصعد أحدهم إلى حافلة أو قطار
ويجد الجميع يضعون سماعات الأذن ويستمعون لشيء ما طوال الطريق، ليس في وسائل المواصلات فحسب، بل وأيضا في المنزل والجامعة. حمل الهاتف ووضع سماعات الأذن يعني أنك الآن مشغول ولا ترغب في التواصل مع الآخرين، فهي آلية هروب فعالة لتجنب أي حوارات جانبية مع الغرباء. هذه العادة لا تنتج علاقات وطيدة، بل محادثات عابرة بين الفينة والأخرى من السهل تجاوزها. ومن سمات هذا الجيل أيضاً تجنب التواصل البصري، لكنه ليس ناتجاً بالضرورة عن عدم الاحترام أو قلة الاهتمام، بل لأنه جيل قد ولد وفي يده جهاز ذكي اعتاد أن يخفض رأسه لينظر إليه، اعتاد التواصل لكن خلف الشاشة، والتواصل البصري قد يصيبه بالرهبة. وهذه الرهبة يتجنبها الجيل الجديد عادة من خلال التواصل الكتابي، فحينئذ يملك الفرد زمام الأمور بقدر أكبر، وما يريد أن يخبره للآخر يصل في صورة أحرف مكتوبة وتظل المشاعر خلف الشاشة. أن تكون متصلاً دائماً يعني أيضاً أنه لا حدود افتراضية للتواصل، ولهذا قد يسهل على أبناء هذا الجيل أن يتواصلوا مع صديق في الطرف الآخر من العالم على أن يفتحوا حواراً مع أحد الأقرباء الكبار على مائدة العشاء. والسؤال هنا، هل كان لهذا الانفتاح أثره في ثراء معارف هذا الجيل؟ الواقع يخبرنا بأن سهولة الوصول للمعلومات أدى إلى عدم التعمق فيها، وهو ما ولد معرفة سطحية لا ترقى لأن تصل إلى مراحل دقيقة من التركيز المعرفي. فكل معلومة يمكن الوصول إليها بضغطة زر، فلا داعي للحفظ أو المراجعة أو التذكر. فمنصات التواصل الاجتماعي تعج بمحتوى متدفق مستمر، أدى هذا إلى جعل المحتوى الدسم أقل طلباً والمحتوى الاستهلاكي أكثر جاذبية. فنحن لا نقرأ على الإنترنت، بل نتصفح، نضغط على رابط ثم نذهب لآخر، نفتح أكثر من نافذة، نلقي نظرة على هذه المنصة ثم على تلك، فضلاً عن منصات الصور ومقاطع الفيديو القصيرة التي تعطيك ومضات بصرية سريعة ولا تنشئ بعداً معرفياً عميقاً. لذلك نجد أن الكثير ممن أدركوا فترة ثورة الاتصالات الحديثة وما قبلها يحمدون الله أن فترة تحصيلهم العلمي وتكوينهم المعرفي كانت قبل هذا التطور المذهل في عالم التواصل. وهذا ما جعل الكاتب الأمريكي نيكولاس كار يقول: عندما نقرأ على الإنترنت فإننا نفقد إلى حد كبير قدرتنا على إنشاء روابط عقلية غنية، والتي تتكون عندما نقرأ بعمق وبدون تشتت. ويزيد واصفاً عقل قارئ الكتب الخبير بالعقل الهادئ الخالي من الضوضاء. وبالمقابل، فإن هذه التغيرات التي طرأت على الجيل زد قد عززت بعض الجوانب الإيجابية لديه، حيث تشير دراسة صادرة عن مركز علم حركة الأجيال وشركة ووردبريس أنجن إلى أن هذا الجيل جيل يعتمد على نفسه بشكل متزايد، وأن نشأته المتكيفة مع التكنولوجيا سيجعل منه جيلاً ماهراً تقنياً. حيث يقول المدير الإداري لشركة ووردبريس أنجن إن الجيل زد قد نشأ ليصبح ماهراً في فهم الأمور المتعلقة بالتكنولوجيا أكثر من درس العلوم. فهذا الجيل لديه توقعات عالية للغاية عندما يتعلق الأمر بالتجارب الرقمية. مما لا شك فيه أن التطور السريع للتقنية في العقود الأخيرة قد أنتج تغيرات كبيرة بين الأجيال، تغيرات لا يتحتم أن تكون سلبية كما يتصور بعضهم، بل على العكس منها تغيرات إيجابية كثيرة. والاختلافات مهما بدت كبيرة فهي تعكس في الحقيقة تطوراً طبيعياً للتجربة الإنسانية، والتي تمر بين فترة وأخرى بتقلبات قد تحدث في بعض الأحيان فجوات فكرية ونفسية. ومن الطبيعي أن يعيش المرء في ثوب جيله وينظر للحياة بمنظار عصره وخصوصياته، إلا أن هذا المنظار قد يغطي أكثر مما يظهر من صورة الحياة الكاملة. إلى اللقاء.